مشاهدينا الحلوين الطعمين، اهلا وسهلا بيكم في الجزء الثاني من رحلتنا اللي لسه مكمله امبارح مع ألذ اسرتين معانا النهارده، ومكملين لسه الانسه دوريا والانسه كادي والاستاذه لميا والاستاذ هشام والاستاذ موسى والاستاذه تماره والاستاذه فريده والاستاذ عيسى، اسرتين لزاز مكملين لسه لعب وتحديات. بس قبل ما نروح ونلعب اي حاجه تانية النهارده، نشوف بسرعه جدا ونراجع حصل ايه امبارح. جاهزين؟ جاهزين. موسى متعصب حالا ليه؟ موسى متوتر بس. حكايتنا النهارده عن علي وصديقه الذكي. بلوك. حسب. شاطر. كادي قربت توصل للنهايه. جينا بقى لعبة التسعينات اللي هي لعبة ماما وبابا كانوا بيلعبوها وهم صغيرين وانا معاهم، وفي منها لعب لسه مكملة معانا زي لعبة النهارده كده. كلنا عارفين ايه لعبة الكراسي الموسيقية طبعا، عارفينها وهنشوف مين اللي هيكسب فيكم ولا ايه. هنشوف بقى مين اخر فرد هيكسب، عشان هو حد واحد اللي بيكسب في الاخر وهيبقى من اسرة مين. وهنبتدي على طول، كل واحد بقى ايه ياخد مكانه كده حوالين الكراسي دايرة، ناخد بالنا واحنا والنبي بنقعد ونقول كل واحد واقف مكانه. ريدي ستادي جو. مزيكا يلا كملوا. يا موسى ما تسبقش وما تطلعش بره. لا ايه يا بابا ده بقى هشام شايفاك. انا عملت بلاش خم، كنا بنعمل الحركات دي. ايه ده، في كرسي كمان، في كرسي كمان. تمارة طلعت للاسف، هاتي الكرسي بتاع لي جنبي. ريدي ستادي اند جو. يلا موسى ما تجريش، بصي على الكرسي، ركزي على الكرسي. اجروا موسى بيقول لكم اجروا لما المزيكا تقف. بلاش الحركات دي يا دوريا. دوريا لميا فطست موسى، هاتي كرسيكي وتعالي هنا. معلش يا حبيبي يا ابني. يلا اللي بعده. يلا ريدي ستادي، نلف اسرع، بلاش الحركات دي. انا ما قلتش جو لسه. برافو يا ماما بترتب الموضوع. اند جو. يلا يلا يا ماما يلا. في ام طلعت، عندنا ام طلعت، وعندنا طفله طلعت من الاسره الثانيه. اسرع يا جماعه اسرع، بلاش الحركات دي، اسرع بلاش الحركات. في كرسي تاني، في كرسي. انت ليه كل الموميات بيقعدوا عليك يا موسى؟ يلا تعالى. يلا ريدي ستادي جو. يلا بلاش الحركات دي يا استاذ هشام. يلا يا بابا، مين هيقعد فوق موسى؟ بلاش يا موسى الحركات دي، اجروا. لما المزيكا تقف هنقعد، غير كده احنا بنجري بنجري. ادلل موسى، شفتك يا موسى، بابا قعد قبليك، تعالى هات كرسي وتعالى. والنبي هو اللي قعد الاول، والله انت اللي قعدت فوقيه. تعالى، لا مش تاني، تعالى تعالى. يلا تعالى هنا. عايزه العب تاني. ما هتلعب تاني، هنلعب احنا، بطلنا لعب. تعالى كده يلا. ريدي ستادي جو. فاضل ابهين وبنتين من نفس الاسره، ابهين وبنتين من نفس الاسره. هل الاسره هتطلع؟ هل عيسى اخر افراد اسرته هيطلع؟ يلا يلا يا كادي، هاتي كرسي تعالي. يا نهار ابيض، يا نهار ابيض على الحلقه دي. الابهين الابهين بيواجهوا بعض. يلا بينا. ودوريا كمان، يا ريت ناخد بالنا من دوريا ومحدش يدوس عليها. ريدي ستادي جو. يلا برافو يا دوريا، برافو يا دوريا، شاطره يا دوريا والله. ايه بابا عايزه، بلاش الحركات دي. لا ايه ده يا دوريا، كملي كملي يا دوريا. سيبي ايديكي، سيبي ايديكي، سيبي ايديكي. اتحرك بسرعه يا استاذ هشام، سيبي ايديكي. ايوه كده، اسرع اسرع اسرع. ماشي بابا ساب لك الكرسي، جنتل برضو. ماشي كده بقى ما بين بابا يا عيني ودوريا. يلا ناخد بالنا من دوريا يا بابا، بابا عيسى ناخد بالنا من دوريا. يلا جاهزين؟ ريدي ستادي جو. بابا ولا دوريا؟ عيسى ولا دوريا؟ الله الله الله، لسه. ايه الحركات دي؟ سيبي ايديكي يا دوريا، ما تمسكيش ايديكي الكرسي، ما تمسكيش الكرسي بايديكي. دوريا 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 اللي كسبت. برافو يا دوريا.
يبقى خلصنا لعبة التسعينات، يلا بينا نروح على التحدي اللي بعده على طول. جينا بقى للتحدي الجميل اللي بيبين قد ايه الحب والتوافق والطاقه اللي عند الزوجات تجاه ازواجهم، وهنشوف بقى معانا النهارده فريده هتعمل ايه ولمي هتعمل ايه. بننشن فين؟ في الدماغ. في الدماغ على طول. واحنا بقى ايه قعده الاسره دي، اخباركم معاها ايه؟ جميل. جميله. جميل. هنشوف بقى الاجوان هتعمل ايه، نركز مع بعض اقول مين يرمي الكره امتى. واحد، يلا. الله، حلو قوي. واحد، الله، حلو قوي. يلا نجيب الكور بسرعه، نجيب الكور بسرعه. برافو يا تمارا. اتنين، الله، يلا. اتنين، هتخش. دخل. عرضه. ثلاثه، عرضه. ثلاثه على طول. ايه ده، ما تديلوش فرصه. يلا الكور. برافو يا توته. اربعه، الله 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 الله. اربعه، الله الله الله. خمسه، الله، ماشي. يلا هنا. ستة، سون. ستة على طول. برافو، ماشي. سبعة، حلوة قوي اللي بيحصل. سبعة، اتنين صفر الفريق الأصفر. يلا ماشي، نجيب الكور بسرعة. فاضل كورتين، فاضل كورتين. 2-0، هنلحق نعوض. يلا آخر كورتين. ها ها، برافو. ها، الله الله. يلا آخر كورة. يلا بسرعة يا فريدة، أجري يا فريدة. هوبا، إيه ده، ماشي. يلا فريدة، 2-0 للفريق الأصفر. برافو جدا جدا جدا. ايوه هما الاصفر، والله هما الفريق الاصفر. انت مش عارف، انت الفريق الاحمر وخسران. الفريق الاصفر هو اللي كسب. يلا نخش على التحدي اللي بعده على طول. حماس رهيب وتوتر داخلين عليه في اللعبه اللي بحبها جدا جدا جدا. عارفين الجينجا صح؟ عارفينها كويس يعني؟ طيب عايزه بقى اقول لكم على حاجه. طبعا انا اقول لكم مين هيطلع وكده، بس يعني عشان انا بحبكم، الارض دي وانتوا داخلين وانتوا طالعين في المراحل الصعبه ناخد بالنا منها، عشان دي برضو جزء من ايه؟ التريكس يعني. اوكي؟ يلا على طول يا استاذ عيسى، اتفضل. الله يا عيسى، الله يا عيسى، يا اللي مركز. انت قلت لي بتشتغل ايه؟ جرافيك ديزاين. جرافيك ديزاين، قاعد بيديزاين. اما ليه؟ ثقه، ثقه رهيبه. شوف بقى ايه الثقه. ناخد بالنا واحنا بنتحرك يا هشام. ثقه تانيه رهيبه. برافو، ماشي. يلا يلا يا ماما، يلا يا فريد. الادمنستريشن هيطلع علينا صح؟ يلا يلا. برافو، لا في ثقه هنا، حماس عاجبني. لم، خدي بالك، خدي بالك يا ماما. كادي ايه؟ ماشي. حاضر يا حياتي، بوترك. ماشي شاطر. يلا يلا يا توتة، امشي براحة. حماس بس، يلا. لا مش براحة قوي. يلا يا تمارا حبيبتي، امشي براحة، ما تخشي على الدايرة الصغيرة. ايوه كده، تمارا قاعدة مركزة خالص. حطيها مكانها يا تمارا، حطيها مكانها يا توتة كويس، حطيها مكانها جنبها كويس. شوف، يلا يا كاتي. لغاية دلوقتي الموضوع مش صعب، الموضوع بيصعب بعد شوية يعني. خلي بالك يا كيدي، هتعمل حالا يا موسى. ماما بتقول لك من نص، ما هي هي ايد واحده طبعا، ايد واحده طبعا. برافو، سمعت كلام ماما، قالت لها من نص، خدت واحده من النص. برافو، جود جوب. خلي بالك وانت راجعه، تعال تعال، انا هحطها لك انا، بس انت اشيل اشيل والنبي اشيل. ماشي
خلابي. ماشي، برافو برافو. ايوه والله شاطر. اشيلك تحطها ولا احطها؟ ماشي انا احطها. انت عايز؟ طب استنى بالراحه. لا العكس يا موسى، بالطول. سيبها بقى كده بالراحه. انزل بالراحه. لا ما تجريش. ماشي يلا. ايه ده، انا هشيل برضه هنا. لا فوق. ماما بتقول لها فوق، واللي تحت خالص سمعت كلام بابا. برافو، بس الموضوع بقى خطر جدا. هتعرفي تحطيها؟ ماشي والله برافو. ماشي انا بس هعدلها، ما تجروش. اتصعبت طبعا. يلا عيسى راح يطفي. الله، جرافيك ديزاين يا جماعه. بي ديزاين، بي ديزاين، بي ديزاين كده واحنا واقفين. شكلها هتقع. طيب يلا شيل. جرافيك ديزاينر اه، بس مش على اي حد يعني. تعالوا نخش على التحدي اللي بعده على طول، وكده يبقى عيسى اللي وقعها. رحلة سعيدة، رحلة سعيدة. رحلة سعيدة. اخر تحدي معانا بقى النهارده هو تحدي فرقعة البالونات، وعندنا البنات، البنات الطف الكائنات. كيدي وتمارا محدش هيتحرك غير لما اقول له، وانتوا عايزين تشجعوا كده. يلا ريدي ستادي جو. ايوه لسه ما تتحركيش، ما تتحركيش، ما تتحركيش. معاكي دورس ثانيه في ايديك. يلا معاكي دورس ثانيه في ايديك. ماشي كل واحده فرقعة بالونه. ركزي يا كادي، كادي بصي على البالونه يا كادي. كل واحده كادي اه كده. حركي خطوتين يا كادي. كادي بس اللي تتحرك. يلا تمارا انت معاكي في ايديك يا ماما، امسكيهم في ايديك، امسكيهم في ايديك. كادي ما تتحركيش تاني اكتر من كده. تمارا يلا اعملي ايه؟ بصي على البالونه يا تمارا، امسكيهم كلهم في ايديكي. ماشي خدوا دنيا كادي، خدوا دنيا. بس خديهم، خديهم من مكانك يا تمارا، من مكانك. يلا احدثيها جامد يا تمارا عشان يلا فاضل اثنين بس. يلا ركزي، ركزي في كادي ما تتحركيش مكانك، ما تتحركيش من مكانك. اتحركي يا تمارا بنتي قدامي. خطوه واحده بس. يلا برافو، حطوا دنيا كادي بس هنا، هنا يا كادي. ارجعي ورا، ارجعي ورا، ارجعي ورا كده. هنا هنا من وانت في مكان. يلا كادي، كادي بتحاول توصل للاخيره. جامد يا سماء. كادي بتحاول توصل للاخيره. بصي على البالونه، كادي بتحاول توصل للاخيره. الجامد اللي في ايدك الاول. وتمارا لسه جامد يا سماء. البالونه الاخيره. تعالوا بقى على طول نروح نشوف مين هيعمل ايه في البلاي ستيشن. رحلة سعيدة، رحلة سعيدة. كان الوقت البلاي ستيشن والماتش حامي، واللعيبه بتوعنا بيسخنوا. وهشام عنده مسؤوليه قويه عشان بنته قالت له بابا اوعى تخسر يا بابا. لا ان شاء الله يا حبيبتي. جاهزين؟ هتلعب بايه التركيز ده؟ لعيبه باريس سان جيرمان. باريس سان جيرمان و ليفربول. ليفربول انتوا ابتديتوا، هم ابتدوا الماتش، ابتدى سخن جدا جدا. ليفربول الاستاذ هشام، باريس سان جيرمان الاستاذ عيسى. ليفربول دايما اختيار موفق، موفق دايما، عشان دايما صلاح اهو. الله 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 الله، كل حلقه معانا صلاح بينورنا، حاجه يعني جميله. الله الله الله، حلوه حلوه حلوه. ايوه بقى فارس، يلا يا فارس. في سيطره على الكوره، في سيطره على الكوره، وفي تشجيع من الجماهير. يلا يا بابي، يلا يا بابي. ليفربول حلو قوي، بنرقص يا شباب. باريس سان جيرمان ماتش حامي جدا، قلت لكم داخلين حاميين. لا اللعب جامد. باريس سان جيرمان، الله 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 على الديفنس والنبي حلوين. ليفربول بينيه، انفراد، انفراد. ماني 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 ماني، جول لليفربول.
بتقول ايوه بقى. انت بتشجع الفريق غلط. انت بتشجع الفريق غلط. بابي بيشجع، بابي بيلعب بفارس. ايوه كادي بابي كسب صح 1-0. يلا 1-0 لليفربول. ده ماني اللي دخل الجون اللي فات. هنعوض هنعوض ولا مش هنعوض؟ هنشوف هنشوف. ما تقلقش بيقول لك ما تقلقش. حلو، احب الروح الرياضيه في اللعب، احب الروح الرياضيه في اللعب. اهو اهو صلاح بيلعب. حلو حلوه يا ابني. ناحيه اليمين. الله 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 بينيه. اه يلا يا ليفربول مع الكوره. يلا يا بوب. فارس فارس بيقطع. ايوه بقى ده واضح انه ايه. قرب قوي قرب قوي. ادينا غيرنا بقى الحاجات اما نشوف يا باريس. يلا ليفربول كمان. الله حلوه يا ابني، حلوه بالباص. حلو حلو قوي. الجماهير متحمسه جدا جدا. ليفربول مش ممكن يا جماعه، مش ممكن. الماتش قوي جدا. مانيو مصدر خطوره دايما. وصلاح مانيو صلاح. اه ايه يا صلاح ده ينفع تطلع منه يعني تيجي منه بجد؟ يلا الحمد لله ماشي. الله الله الله. يلا يا صلاح حلو قوي. يحاول يعود. اوبا. اه كانت حلوه حلوه يا ماني، حلوه يا ماني. بس الجون مصحصح. حلو قوي الديفنس قوي جدا عند فارس. ده حلو ده، ده بطل الماتش ده جون باريس سان جيرمان. نبقى نشوط الناحيه الثانيه وشكلنا هنشوط. شكلنا داخل بالكوره. حلو مفيش، مش ممكن. ليفربول يا جماعه باص لزمايلك يا باشا. لا ما بنباصيش، الشغل عالي عند ليفربول. ده مين ده بقى؟ ماني. ده ماني ده ده ماني. يلا يلا يا بابي. خلص الشوط الاول 1-0 لصالح ليفربول. وانا كنت متوقعه العكس تماما، مع ان فارس كان ضاغط. واصلا عيسى داخل بيقول انا اللي هقطع الدنيا، وهشام بيقول لي انا مش بلعب قوي، ولكن هي حظوظ. بدانا الشوط الثاني، ده نصيبه. هل هنعوض في الشوط الثاني ولا لا؟ هنشوف. غيرنا الاجوان طبعا، اكيد انتوا واخدين بالكم من حاجه زي دي. اوكي. ليفربول، عشان حسيت انتوا مش واخدين بالكم. بس ليفربول ايوه كده. ايوه هجمه خطر قوي. انفراد انفراد. اه حلو قوي. اناني غلط على فكره. اناني ايه اللي بيحصل؟ عيلتي بتشجع غلط. انت لعبت غلط؟ عيلتي بتشجع غلط. عيلتك بتشجع غلط؟ والله العظيم بابي يا اولاد عيسى بيلعب بباريس سان جيرمان. اللي لابس ابيض. اللي لابس ابيض. يلا يا عيسى. حلو قوي. يلا يا باريس. هنسيطر بقى ولا ايه يا باريس؟ يلا يا باريس بقى. مش ممكن مش ممكن على الترقيصه بتاعت ليفربول. مش ممكن يا ابني. يلا بقى يا باريس بيحاول بيحاول. نباصي نباصي. البباصيه حلوه. تعادل اخيرا، تعادل. سيطره من باريس سان جيرمان. باريس راجع اهو. تعادل ما بين ليفربول وباريس سان جيرمان. ولسه مكملين الماتش. الموضوع ابتدى بقى ايه يشتد خطوره ويسخن. هنشوف بقى ليفربول هيصحى ولا هيتوتر. لكن مش باين. فارس بقى خد الثقه، خد الثقه وضاغط، خد الثقه وضاغط. ايه يا ابني؟ ايه يا ابني؟ انتوا بتخشوا على بعض؟ اللعيبه بتخبط في بعض. نركز نركز نركز. برافو. انفراد اهو. ده بقى ايوه حلوه دي يا ابني، حلوه تاني. يلا فين فين بقى يا ابني يا ابني؟ فين اللعب الجماعي؟ فين اللعب الجماعي؟ محتاجين نباصي لبعض يا شباب. باريس سان جيرمان. يلا يا باريس. حلو ده نباصي. حلو نلعب لحبايبنا اهو. حلو قوي حلو قوي الكلام ده. يلا يلا نوسع لبعض. بترمي لمين؟ بترمي لمين؟ يلا يا بابي. يلا اهو اهو. برافو. خطر من ناحيه اليمين، خطر من ناحيه اليمين. حلو. ايه ده؟ لا لا ايه نعمل ايه يا ليفربول؟ ليفربول طبعا كوره جت له هيعمل ايه؟ يلا نرجع تاني. يلا يا عيسى يلا نرجع. ايه ده ايه ده؟ ليه ليه بنستعجل؟ ليه بنستعجل؟ ليه الحماسه؟ انا مش بشجع حد معين، انا بشجع محمد صلاح طبعا، بس دلوقتي مش بشجع حد معين. يلا لا انا بس صعبان عليا. الفريق مش بيلعب بروح الجماعه فبتضايق. هتيجي واحنا بنتكلم، هتيجي واحنا بنتكلم. حلوة اهو هجمة حلوة. لا لا بقى بصوا ما هو بقى ده بيحصل بقى ايه؟ بيحصل بقى هنا. ايه حلوة دي؟ حلوة يا ابني حلوة يا ابني. تاني جول لباريس سان جيرمان. هادي كده ومتأني، وفي الوقت اللي احنا بنتكلم فيه بيجيب جول واحنا على الهادي. ماشي امبابي هايل. انت قلت لي ان ده لعيبك المفضل حبيبك. 2-1 لصالح باريس سان جيرمان. في الوقت القاتل فاضل وقت قليل قوي. هل هنتعادل؟ يلا يا بابي. تادي متوتره جدا ومتعصبه. املها عليك يا بابي.
امالها عليك يا بوب. يا نهار ابيض يا بوب، يا نهار ابيض. الله 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 الله. ريمونتادا دي ولا ايه؟ ريمونتادا تاريخيه لباريس سان جيرمان، مش ممكن يا جماعه. بيعوض جامد. الطار فرحه عارمه، فرحه عارمه بالحب بالاحضان. يا سلام على بوسه بابي. الله الله الله. يلا بينا يا جماعه. هل في وقت نعوض اي حاجه؟ ما اعتقدش، اعتقد الموضوع بقى صعب جدا. 3-1 فجاه في الشوط الثاني بنعوض. ليفربول ليفربول ليفربول. الله الله الله، هتيجي ولا ايه؟ هنعوض ولا ايه؟ ليفربول اتوط، ليفربول اتوط. تديها الاصعب، اديها الاصعب. هل هيبقى فيه هجوم من ليفربول ولا فارس هيقعد بقى؟ خلاص بقى بقى هنقزقز بقى. ايوه بقى يا فارس، خلص الماتش بشكل غير متوقع. الله على الروح الرياضيه، هي دي الروح الرياضيه يا جماعه. والفايز هو باريس سان جيرمان والاستاذ عيسى. هي دي الرياضه. وبكده نبقى خلصنا فقره البلاي ستيشن. تعالوا نخش على طول على اللي بعد. وصلنا بقى للكونكت فور، والكونكت فور النهارده مع الامهات. ما لعبتوش بعض كتير انتوا، والابات عاملين شغل، والفريق الاحمر مكسر الدنيا في الحلقه دي. فهنشوف بقى هنكمل تكسير ولا ماما هتحاول تعوض. جاهزين تشجعوا ماما؟ جاهزين. ده واضح ان مش جاهزين خالص. ده ماما من الصبح عماله تشجع من قلبها. ايه يا بابا؟ نشجع ماما؟ ايوه كده ماشي. طب يلا، عارفين طبعا هتعملوا ايه؟ يلا هنبتدي واحده واحده. نبتدي بالاحمر ونشوط على طول بقى. يلا لمي اصفر. لا يعني يلا لا يلا، يلا واحده وواحده. فانتي خليكي يلا مستعده. يلا يا مامي. ماشي يلا. يلا يا مامي. ها في واحده دخلت، حمرا دخلت والصفرا دخلت. حلو قوي. يلا واحده وواحده، واحده وواحده. الحمرا دخلت تاني. بنصطاد عصافير. يلا يا لا 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 لا، ما ينفعش في نفس الوقت. واحده واحده. يلا بسرعه. حمرا. يلا الصفرة. يلا الحمرة. احسن. برافو برافو برافو. الصفرة. برافو عليك. الصفرة الحمرة. برافو عليكي، جوزك بيشجعك. الصفرة الحمرة. برافو برافو. فاضل واحدة. واحد لا دخلت غلط. ماشي حلوة قوي. الصفرة هنا جت قفلت عليكي. هنا فاضل لك واحدة هنا. شايفة؟ اه كانت هتيجي. بسرعة بسرعة. ماشي. ها شكلها جت ولا ايه يا جماعه؟ جت يا جماعه. مش ممكن يا جماعه، الفريق الاحمر عامل شغل جامد جدا 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 النهارده. يلا بقى نروح نسمع حدوته حلوه قوي من يحيى وكنوز، ونرجع بقى هعلم الولاد طبخه حلوه عشان انتوا تبقوا بتستريحوا كده ويساعدوكوا. ويلا بينا على طول. بيكوا يا صحابي وصحباتي. دلوقتي البالون هيخدنا ويطير لمغامره جديده مع يحيى وكنوز وسينو. يلا بينا نشوف. انتوا هنا وانا بدور عليكوا. كنوز زعلانه منك ومش بتكلمك. ليه بس يا كنوز؟ في حد يزعل من اخوه حبيبه؟ انت برضه يا يحيى ما كانش ينفع تسيبها وتروح الرحله لوحدك. يا سينو كنوز ظلماني، ميعاد الرحله كان نفس يوم تمرين السباحه بتاعها، وهي صممت تروح النادي عشان التمرين. انا قلت خلاص هروح انا الرحله، تزعل ليه بقى؟ كان مفروض يا سينو يقول لهم لا انا مش هاجي غير واختي كنوز حبيبتي معايا. وعد مش هروح الرحله اللي جايه غير وانتي معايا. خلاص سامحتك. ها بقى يا يحيى احكي لنا عملت ايه في الرحله. يا سلام يا سينو، زرنا الاهرامات واتصورنا عندها، وشفنا ابو الهول، وركبنا الجمل. كنت في الاول خايفه اركبه، بس بعديها كنت مبسوط قوي. طالما قلت ابو الهول يبقى تقصد اهرامات الاسره الرابعه، هرم الملك خوفو والملك خفرع والملك منكاورع. ايوه يا سينو، وكان معانا الاستاذ عصام مدرس التاريخ، وفضل يحكي لنا تاريخ الاهرامات والملوك اللي بنوها. الهرم الاكبر هرم خوفو، طوله حوالي 137 متر، بس زمان كان 146 متر. غريبه،
وإزاي الهرم بقى أقصر من الأول؟ ده طبيعي يا كنوز، بسبب العوامل الجوية زي عوامل التعرية واستخدام الناس للأهرامات كمحاجر يجيبوا منها الأحجار في أزمنة مختلفة، وده اللي أثر على طول كل الأهرامات مش الهرم الكبير بس. وعرفنا كمان إن الهرم الأكبر اللي بناه الملك خوفو فيه 3 غرف دفن الملك ما استخدمش منها غير الحجر العليا، لكن للأسف مومياء الملك اتسرقت من لصوص الأثار. سرقة مقابر الملوك وأثارهم موجودة من أيام المصريين القدماء والعصور اللي بعدهم، جريمة غير شريفة وعقابها كان كبير في كيمت. ولحد دلوقتي يا سينو سرقة الأثار المصرية القديمة جريمة بيعاقب عليها القانون، والدولة المصرية بتعمل مجهودات للحفاظ على الأثار زي حراسة الأماكن الأثرية ليل ونهار وإنشاء المتاحف لحفظ التحف المصرية القديمة. أما بقى الهرم الأوسط هو هرم الملك خفرع ابن الملك خوفو. أنا كنت فاكر إن الملك خفرع تولى الحكم بعد والده على طول، وعرفت من شرح الأستاذ عصام إن كان ليه أخ كبير اسمه جد فرع، وهو اللي تولى الحكم بعد الملك خوفو واستكمل بناء الهرم الأكبر. وده حكم كام سنة قبل تولي خفرع الحكم؟ حوالي 7 سنين، وبعدها تولى خفرع حكم كيمت وبدأ في بناء الهرم الأوسط اللي طوله حوالي 143 متر. وبعدها اتكلمنا عن هرم الملك منكورة، خامس ملوك الأسرة الرابعة واللي تولى العرش بعد والده الملك خفرع. ايه رأيك بقى يا كنوز اني هحكي لك عن كل الأهرامات اللي اتبنت في مصر القديمة، مش بس أهرامات الأسرة الرابعة؟ الأهرامات في كيمت كانت مقابر عملاقة لملوك عظماء حربوا وضحوا عشان بلادهم، والهرم مش مجرد شوية حجارة فوق بعض وخلاص كده، الهرم شكل هندسي وبناء بيوضح عبقرية اللي صممه واللي ساعد في بنائه كمان. وأي مجموعة هرمية بتتكون من 4 عناصر: الهرم نفسه والمعبد الجنائزي ومعبد الوادي وطريق بيوصل بين المعبدين. إحنا ساعات بنشوف ناس بتقول كلام غريب يا سينو، زي إن الهرم بنى الفضائيين أو بشر عملاقة. الهرم صممه مهندسين وبناه العمال من كيمت، أرضكم وأرض أجدادكم. إحنا أشهر أهرامات في عصرنا الحديث هي أهرامات الجيزة اللي أنا زرتها وكل الناس بتزورها. فين بقى الأهرامات التانية دي يا سينو؟ منطقة الجيزة دي فيها 11 هرم، مش بس 3 المشهورين، الباقي أهرامات الزوجات وصغيرين بس موجودين. وكمان عندنا أهرامات تانية كتير، أكتر من 100 هرم لنفس ملوك الأسرة الرابعة برضو يا سينو؟ لا يا كنوز، الهرم المدرج في سقارة مثلا بناه الملك زوسر وصممه المهندس العبقري إمحوتو. وليه سموه الهرم المدرج؟ لأنه مكون من 6 مصاطب وتصميمه الهندسي مختلف عن تصميم أهرام خوفو وخفرع ومنكورع. طيب مين أكتر ملك بنى أهرامات في عهده يا سينو؟ هو نفس الملك صاحب أقدم هرم بالشكل الهندسي الصحيح للهرم اللي انتوا عارفينه، الملك سنفرو. الملك سنفرو بنى هرم ميدوم وهو على شكل مكعب، ونقدر نقول انه كان مرحلة من مراحل تطور تصميم الأهرامات عند المصريين القدماء. وهرم دهشور واللي المهندسين اللي صمموه غيروا الزاوية اللي اتبنى بيها الجزء السفلي عن الجزء العلوي، عشان الهرم كان معرض للانهيار، وعشان كده سموه الهرم المنحني. والهرم الأحمر اللي كان أول هرم يتم بناؤه بالشكل اللي اتبنى بيه أهرامات خوفو وخفرع ومنكورة. متهيألي كده يا كنوز سيني عوضك عن الرحلة. أيوة أنا مبسوطة قوي، بس لو رحت من غيري رحلات تاني هرجع خصمك، مفهوم؟ وبعد ما شفنا حكاية النهاردة قولوا لي بقى ايه رأيكم يا أصحابي؟ حلوة. انتوا عارفين كمان ان في هرم ليه أهمية كبيرة قوي، عارفين اسمه ايه؟ هرم خوفو؟ لا، هرم تاني خالص اسمه هرم ونيس، واللي اكتشفوا فيه نقوش مصرية قديمة، والنقوش دي كانت مكتوبة باللغة المصرية القديمة وعلمتنا حاجات كثيرة قوي. هي اللغة المصرية القديمة
زي لغتنا النهاردة؟ لا، دي لغة تانية خالص، متكونة من رموز وأشكال مختلفة. وفي حكاية جديدة هحكي لكم عن اللغة المصرية القديمة. إنما دلوقتي خلصت فقرتنا، استنونا في فقرة جديدة مع يحيى وكنوز وسينو ورحلة سعيدة. رحلة سعيدة. جينا بقى للفقرة المميزة والحلوة جدا اللي بنبقى محتاجينها بعد اللعب ده كله، فقرة المطبخ، وان احنا نعمل أكلة حلوة وناكلها مع بعض. مين بيعرف يقف في المطبخ ويطبخ وكده اصلا؟ انا بنات حلوين وامارات ومعاهم الاستاذ موسى. بتعمل ايه انت يا موسى؟ بتعرف تعمل ايه؟ بعرف اعمل بيض ولا حاجة. نايس، بيض حلو، بيض مسلوق، بيض عيون مسلوق. يا نهار ابيض، ايه الشطارة دي؟ وانت بتعرفي تعملي ايه؟ انا بعرف اعمل الفراخ والرز بالشعريه. يا ولد على الرز بالشعريه، بس طبعا مامي بتساعدك في المطبخ. اه يعني انت بتساعديها، بس قصدي الحاجات اللي على النار هي اللي بتعملها. اه ماشي. تعملي ايه بقى يا استاذه دوريا؟ قطعي سلطه، بتقلبي حاجه؟ لا بعمل سلطه بس. تعملي السلطه بس؟ طب شطاره. وتوته بتعمل حاجه؟ بعمل بيض عيون مسلوق او بيض، كل انواع البيض يعني. ايوه، وبعمل كمان سلطه. سلطة. طيب بصوا بقى، النهاردة هنعمل سلطة حلوة جدا 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 ومفيدة ولذيذة وفيها تريكس مختلفة شوية. طبعا احنا عايزين نشكر المعهد القومي للتغذية عشان بيقول لنا وصفات حلوة قوي، مهمة قوي، مفيدة قوي، هي اللي بتبقى معانا، وبنعرف بقى ناخد الوصفات الحلوة منهم ونعمل حاجات بتبقى طعمها حلوة قوي ومفيدة جدا. النهاردة عندنا سلطة فراخ شبه التشيكن سيزر شوية، بس فيها تريكات مختلفة. هنعرف بقى نعمل ايه. الفريق ده هو اللي هيعمل الدريسنج بتاعنا او الصوص بتاعنا. دي قشطه، وده مايونيز، ودول حبه ليمون. المفروض نعمل ايه؟ المفروض ان احنا كل واحد ياخد معلقه كده، ولما اقول لكم يلا تعالوا ابتدوا بقى، هم لما اقول لكم ابتدوا بقى ان انتوا تساعدوا بعض وتقلبوهم في بعض عشان نعمل دريسنج، هنحط المايونيز على القشطه وشويه ليمون، مش الليمون كله، ونقلبه سوا. اوكي، يلا حط المايونيز على القشطه. حط المايونيز على القشطه. يلا ابتدوا اعملوا الدريسنج بتاعنا. نقلبه دلوقتي بقى هنعمل ايه؟ عندنا نار وعندنا فراخ مسلوقه. طبعا نقدر نحط الفراخ المسلوقه زي ما هي، ونقدر برضو نشوح الفراخ المسلوقه بتاعتنا بحبه زيت زيتون عشان تبقى برضو ستيل مفيده. مثلا نحط شويه زيت زيتون. ايوه طبعا، الفراخ بروتين حيواني والوجبه كلها فيها فيتامينز كتير. نسيب بس الزيت ايه يسخن شويه. عندنا الفراخ بتاعتنا المسلوقه اهي، وان ايه نحط كده الفراخ. ممكن تساعديني يلا يا كادي؟ نزلي الفراخ ونحط على الفراخ. ممكن تمسك دي معايا؟ ساعدني كده. حطيهم كلهم. حطيهم اكتر. ممكن نحط هنا برضو في الدريسنج حبه ملح، حبه صغننين قوي. ايوه احنا حطينا مايونيز على، حطوا المايونيز على القشطه. وبرضو ممكن نحط في الدريسنج حبه كمون وفلفل اهو كده برضو. احط كله؟ ايوه. لا حطي كله. ايه؟ حطي مايونيز كله على القشطه كلها. اوكي، وحبه كمون بقى يعملوا ايه طعم لذيذ قوي. ممكن نساعد بعض هنا بالظبط. وحبه ليمون صغيرين وهنقلب. هنا عملنا ايه؟ كادي بقى، شكرا يا استاذ موسى، كادي حاطط لنا الفراخ بتاعتنا الحلوه. واحنا بقى هنشوف البوله بتاعتنا اللي هنعمل فيها السلطه فين؟ هنجهزها. اكيد جاهزه البوله بتاعتي. ايوه دي، برافو، شكرا. حطها عند الاستاذ موسى كده. جاهز يا موسى؟ طب عايزين بقى تبتدي تجهز لنا الحاجات بتاعتنا. نحط الخس، خلي موسى بقى يحط الخس، واحنا هنا بنشوح الفراخ. تشويحه بسيطه، نحط لها شويه برضو كده. كله كمون كده اهو، حبه ملح، حبه ملح ما يخسرش. حطيت. طبعا دي فراخ مسلوقه ومقطعه كده خلاص. احط كمان البقدونس والكرفس. ده بقدونس. ايوه ده الكرفس وده البقدونس، واللي نخلصه نحطه تحت في الدرج اللي تحت. احنا كده حطينا ايه؟ ملح وكمون. نحط سنه فلفل. احط الخيار ده؟
هو استنوا خلوا الخيار في الاخر. خلاص خلي الخيار. اوكي احط العيش ده؟ لا العيش ده برضو في الاخر. انت حطيت كله حط البصل. يلا بصل. واحنا هنا ايه شوحنا الفراخ، حطيت تشويحه بسيطه، هي اوريدي مستويه خلاص. احنا بس بنشوح. انتوا عملتوا دريسنج؟ استنوا ده كمون. لا ما تحطش كمون تاني. انت كده جهزت اللي عندك، شيلوا بقى الاطباق اللي فاضيه دي حطوها في الدرج اللي تحت. يلا احنا واحنا بنطبخ نحط ده، لسه هنحطه في الاخر. واحنا بنطبخ لازم ننظف ورانا، ما نبقاش بنساعد ماما من حته ونزود عليها من حته تانية، صح؟ البنات بقى انت بتروقي المطبخ وبعد ما تخلصي بالرز الشعريه ده ولا ايه؟ طبعا بروق. وبنروق اوضتنا وبنروق حاجتنا والباقي بيروقوا ولا ايه؟ اهو احط الملح. هو ده خلص احطه صح؟ لا لسه. حطيتي مايونيز على القشطه والدريسنج جهزتوه؟ طب استني هاجي لكم حالا. حطينا ملح وحطينا كل حاجه نشوحها. ممكن يا كادي تتاكدي انها بتتشوح؟ عارفه يعني تتشوح طبعا. أيوة. تاخد لون صغير. هنا بقى خلصنا، حطينا شويه ليمون قد ايه؟ حطينا يعني ايه حبه صغيرين. حاسبي ايديك. حطينا قد كده قد كده. طب ممكن احط حبه كمان ليمون، في فيتامين ولذيذ وبيدي مزازه حلوه. ايوه انا ممكن اتاكد ان احنا مظبوطين. لازم الليمون يدخل. مفيش معلقه صغيره بس نتاكد بس من الطعم. ممكن ندوق عادي واحنا بنطبخ. جاهزه ولذيذه. ذوقي من ده. لسه هندوق من ده في الاخر. هنا الفراخ بتاعتنا تقريبا خلصت. ممكن بقى نعمل ايه؟ انا عايزه لا هقول لك بقى. هنحط الخيار المخلل ده مع الدريسنج. حبه خيار مخلل مع الدريسنج مش كله. حبه مش كله. العيش ده نحطه هنا ولا هنا؟ لا العيش في الاخر خالص. اوكي. كده خلصنا نطفي البوتاجاز. برافو يا ست البنات، شكرا يا كادي. حطي الاطباق الفاضيه تحت. حط العيش. نحط بقى ايه الفراخ الاول بتاعتنا كده. اوكي. عايزه ادوقها. هندوقها طبعا، امال مين اللي هيدوقها يعني. كده خلصنا تشويح. ريحتها حلوه. حلوه قوي صح. ايوه ممكن بقى شويه كمون برده فوق الوش. انا عايزه احط كمون. ماشي حط الكمون حبه كده. يا سلام عليك رشه ذهبيه. جاهزين يا بنات الدريسنج جاهز؟ بنقلب بس الكمون. ماشي نحط بقى الخيار. يلا حط بقى الخيار اللي نفسك تحطه من بدري ده. كتير كده. فوق الوش كده. ايوه بقى. ايوه بقى صابع ذهبيه. ماشي نعمل كده. بس احط العيش. هنحط العيش في الاخر خالص بس نحط الاول. احط ده. ايوه حط. جاهزين يا بنات بالدريسنج؟ ماشي نحط بقى العيش على فوق الوش كده. ده عيش طبعا توست محمص واحنا مقطعينه، معروفه دي. كده الوجبه عندنا فيها فراخ مسلوقه ومتشوحه تشويحه بسيطه عشان تاخد طعم حلو بزيت الزيتون. عندنا خس. حطيت ايه تاني قول لنا؟ لا خلاص كفايه كمون كده. حطيت ايه؟ خس وحطينا بصل وكرفس وبقدونس وخيار مخلل صح كده؟ والتوست والدريسنج بقى بتاعتنا اللي هي ايه يا بنات؟ سلطه. ده حلو. مايونيز وقشطه وليمون. حسبي ماشي شكرا. شكرا الله علينا. ماشي لا انا اللي هحط عشان انتوا بهدلتوني. هنحط استنى ممكن تسيبني انا احط الدريسنج عشان انا اتبهدلت بيكو. يلا ومحدش يخبط فيا بقى. كله هيتحط؟ الدريسنج كله هيتحط، هيدي طعم فظيع بقى ما اقولكيش. ماشي خلصنا كده الدريسنج بتاعنا. نقلب بقى كده عشان ايه؟ بالراحه خالص. كل يخش بالراحه خالص عشان كل يخش في بعضه ويجت ميكس. نحطه في النار بعدها؟ لا خلاص نار ايه؟ احنا حطينا النار خلاص. دي سلطه كلها غسلينها كويس. ريحتها حلوه. خلاص ريحتها حلوه جدا 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 أوي. جدا. طيب ايه رايكم بقى؟ ايه رايكم بقى في الشكل الفظيع ده والطعم الفظيع ده؟ تتاكل طبعا. ها طبعا. طيب طبعا هندوقها. احنا هندوقها بس احب اقول لكل المشاهدين اللي بيتفرجوا علينا الفراخ هنا طعمها رهيب. لا مش هنستنى بس الفراخ هنا ريحتها رهيبه واحنا كلنا مش قادرين نمسك نفسنا عشان ندوقها. بس لازم نختم الرحله بتاعتنا دلوقتي حالا قبل الاغنيه طبعا اللي هنغنيها. هندوق بقى السلطه بتاعتنا وبعدين نروح نغني اغنيه حلوه قوي لبابا. جاهزين؟ جاهزين. يلا ندوق. يلا يلا ندوق. يا ماما بنستناك انا نفسي ابوسك
برافو.